في البداية بعيداً عن الألقاب، لو نتعرف يتعرف السادة المشاهدين من هو طارق من بداية حياته العلمية والعملية لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها. تفضل. أنا طارق المصري، أردني الجنسية. نعم. بلشت في مهنة الحلاقة من 2007 لغاية اليوم. طبعاً جيت على الإمارات تاريخ 2012 وظلت متواصل لغاية هاي اللحظة الحمد لله. طبعاً بلشت موظف وشوي شوي لما الحمد لله صاحب محل. ما شاء الله عليك طارق، أنت بلشت بال 2007 من الأردن، انطلقت لدولة الإمارات بال 2012، من 2012 لحد اليوم أكيد اكتسبت خبرة كبيرة، اكتسبت شغلات كثيرة. اليوم إحنا داخل الصالون اللمسة الأخيرة بتقدم خدمات كثيرة، اليوم لو نذكر شو الخدمات اللي بتقدموها داخل الصالون؟ عندنا خدماتنا، هي أهم شيء إنه إحنا نهتم في الزبون، في منظر الزبون، في شكله، شعره، لحيته، بشرته، يعني هاي الأمور اللي هي اللي بتساعد إنه الزبون يكون بمنظر حلو قدام الناس وبالشارع العام. حلو. يعني وكيف شو مثلا غير قصات الشعر أو اللحية؟ أكيد في شغلات كثير لو نذكر أيضا بعضها. هي إرضاء الزبون، أهم شيء إرضاء الزبون، أهم شيء الزبون يكون مرتاح. أكيد. يدخل عندك يغير جو ويغير نفسيته. أكيد. أنا بعتبر الصالون هو بيت راحة. أكيد. وتغيير نفسية. أكيد. يعني زي كيف بتروح على دكتور تغير نفسيتك، أنت بتروح على حلاق. أكيد. عشان تغير نفسيتك. أكيد. تغير شكلك. أكيد. وبتطلع من عنده إنسان جديد فريش. أكيد. لأنه بتعرف الواحد بتطلع في المراية بيشوف حاله. طبعا احنا عندنا في اشياء كثيره خصوصا للبشره، في انه لانه العلاج البشره بشكل عام، البشره الجافه الدهنيه، بنتعامل مع جميع انواع البشرات. جميل. والبرودكت اللي بنستخدم انواع كثير منيحه، يعني كل شيء جديد بينزل على السوق احنا بكون هدفنا اول شيء نستخدمه. جميل. للعنايه في البشره والعنايه بالشعر. جميل. من مواد والستاف يكون كمان وضعه 100%. كمان جميل استاذ طارق. استاذ طارق اليوم يعني احنا ايضا موجودين داخل الصالون، الخبرات الموجوده، هل الاشخاص اللي بيداوموا هنا ذو خبره؟ اكيد اكيد. اهم شيء هذا، اهم شيء هاي النقطه، انه تتعامل مع شخص يكون مستوعب شو بدك. نعم. بيعرف كيف تفاصيل شغلك. يعني خلص على طول، مجرد ما انت تكون بين ايديه. نعم. هو يعطيك لوحه فنيه، مش بس انه يعني هي هندسه بالاخر. اكيد اكيد اكيد. انا بعتبرها يعني هندسه. مزبوط. وشغف لهذا العمل. اليوم اكيد طارق بعد سنواته هاي الخبره اكيد وضع بصمته هون داخل الصالون، اللي تميز فيه اليوم شو تميز؟ الستايل الجديد، اللوك الجديد، انه بنصارع الموضه. يعني كل شيء جديد احنا بنحاول نكون اول ناس فيه. جميل. سواء على السوشيال ميديا او سواء في داخل المحل، احنا يعني بنحاول نكون متابعين كل شيء جديد عشان الزبون ياخذ احدث القصات واحدث الشغل وانظف شيء، سواء كنظافه، كنظافه شغل،
بهاي الاشياء. يعني جميل، واسعارنا اليوم مقبوله للجميع ولا اسعارنا يعني لفئه معينه من الناس؟ جدا جدا، انا اسعار مقارنه في اسعار الصالونات في المنطقه بالعكس انا حطيت سعر منافس بحيث انه انا بدي يعني بدي اكسب الناس اكثر ما اني اكسب ماده يعني. حلو جميل، هذا اللي بيهمني صراحه. واليوم انت يعني من جيل الشباب ولساتك روح الشباب فيك والطاقه الايجابيه فيك. يعني طارق اليوم بعد 5 سنوات رح تضلك بنفس الصالون ولا في تطور وفي خطه مستقبليه او في نظره مستقبليه للصالون؟ ان شاء الله انه اكيد في مخططات كثير يعني مش بس صالون واحد، ان شاء الله على مستوى الامارات كلها ان شاء الله يا رب. الامارات العربيه المتحده ما شاء الله يعني هي من النوع اللي بتدعم هاي الاشياء وتساعد على الشخص انه يطور من نفسه ويصير اكبر. اكيد يعني، ولو نحكي يعني بهالمدى القصير يعني رح نشوف في تطور بالصالون او أكيد نشوف في تغيير كبير. اكيد اكيد ان شاء الله. انت عارف هسه الظروف كيف شوي صعبه أكيد. على الناس كلها بشكل عام، فبس ان شاء الله تعدي الازمه هاي ويكون اكيد كل شيء صار افضل واحسن ان شاء الله يا رب. طارق اليوم احنا الحمد لله محتضين بنعمه الامن والامان الموجوده داخل دوله الامارات. دولة الإمارات اللي قدمت كثير، يعني اليوم شو بتعني لك هاي النعمة وشو بتحب توجه رسالة شكر للشيوخ وحكام دولة الإمارات؟ تفضل. يعني كل الشكر وكل التقدير لحكام الإمارات وشيوخ الإمارات. نعم. يعني ما شاء الله يعني بكفي احنا عايشين بنعمة الأمن وأمان يعني. انت ما بتفكرش ولا لوهلة انه انت ممكن تخاف على بيتك او على رزقتك او على صحيح. اي شيء، الحمد لله انت بتكون بأمان في هاي الأشياء. صحيح. ما بتحكي الهم وقت، ما بتحكي الهم اي شيء. صحيح. على طول دائما مسنود، بتحس في ظهر لك يحمي لك رزقتك ويحمي لك بيتك وعائلتك. نعم صحيح طارق. فاحنا قبل ما ننهي برنامجنا وننهي برنامجنا اليوم طارق، كان في اشخاص من بدايه مسيرتك لحد اليوم كانوا داعمينك، فاليوم بعد هالسنوات كلها مين بيستحق منك كلمه شكرا؟ والله الصراحة أنا الدعم الأول إلي في هاي البلد هو زوجتي. زوجتي كانت سند إلي ووقفت معاي وقفة بالمرة قبل الحلوة زي ما بيحكوها. وطبعا أكيد من دعاوي الأهل ورضا أمي وأبوي، لأنه هم من الناس اللي كانوا يدعموني معنويا وكانوا دائما يشجعوني وكانوا في ظهري في هاي الأمور. زوجتي كذلك نفس الشيء يعني. أكيد الله يخليك إياهم طول بعمرهم ان شاء الله الوالد والوالده. تسلم الله يسلمك. حابين يا طارق نعرف احنا اسم الصالون اللي احنا متواجدين فيه ووين هو موجود بالامارات وكيفيه التواصل معكم؟ تفضل. اسم الصالون صالون اللمسه الاخيره، موجود بشارع الجامعه شارع المويل حمدين الجامعيه. نعم. بالشارقه طبعا. ارقام التواصل بتلاقوها على جوجل، لما تكتب صالون اللمسه الاخيره بيكون موجود. يعني الان سوف تظهر على الشاشات ارقام هواتفكم وكيفيه التواصل معكم. تمام. شكرا لك طارق على اللقاء الجميل وشكرا لدعمك في البرنامج. الله يسعدك على راسي، شرفتونا واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. في النهايه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا اتقدم جزيل الشكر لطارق صاحب صالون اللمسه الاخيره. تابعونا بكفاءه جديده داخل دوله الامارات. دمتم برعايه الله.